الخير مشاهدينا، اليوم راح نغطي لكم احد فعاليات موسم جده من الواجهه البحريه. لاول مره في الشرق الاوسط تزور السينما واجهه بحريه باعداد مميز. ساعة سينما 230 شخص. طبعا السينما هي فكرة خلابة، فكرة إبداعية جديدة على الشرق الأوسط بشكل كامل، حيث أن يستطيع المشاهد نفسه أن يستمتع بالجو ويكون فوق البحر والموفي قدامه. صراحة موسم جدة سيزن it's really amazing. اللي عملوه هاي السنة كتير شيء حلو. أنا بنصح كل العالم تنزل وتشوف الفعاليات اللي عم بتصير بالكورنيش بجدة، يعني عن جد it's really amazing. تجربة جديدة وتجربة مرة حلوة، أتمنى كل أحد يجي يجربها. يعني شو جديد رغم أنه الجو مرة حار، ويعني عندنا أجواء متقلبة، بس أنه ما شاء الله تبارك الله في زحمة وفي إقبال، والتكت والتذاكر اليوم المقاعد كلها أبحجز تاني الأهلي ماني لاقية. يعني تجربة أتمنى كل أحد فعلا يجي يجربها. موسم جدا ناجح ما شاء الله تبارك الله، فيه الفرايتيز مرة كثير للأطفال والعوائل، والسينما هنا تجربتها مرة حلوة، بالذات أنه الأجواء مرة حلوة. بعد المغرب تفرجنا الفيلم الأول وناويين ندخل الفيلم الثاني بإذن الله. فكرة الكراسي اللي على البحر، فكرة الشاشة وسط الموية كانت مرة جيدة. الفعاليات مرة رهيبة والتنظيم جدا رهيب. السينما شيء جميل جدا، أول مرة نشوف شيء سينما مفتوحة على البحر. الأجواء مرة حلوة، والأفلام كلها دوبها لسه نازلة بالسينما والبوكس أوفيس ونازلة عندنا دايركت. Yes,